بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأجدد ترحيبنا بكل من يتابع قناتنا على اليوتيوب، قناة التميز للشروحات. طبعا اليوم سوف أستعرض معكم بعض الحلول لمشكلة يعاني منها كثير من مستخدمي أجهزة الأندرويد، وهي مشكلة نفاذ البطارية من الجوال بشكل سريع جدا. كما أذكر لكم بأني قمت قبل سنة تقريبا بإضافة حل لهذه المشكلة، ونجحت مع البعض ولم تنجح مع البعض الآخر. لذلك سوف أضع لكم اليوم تقريبا 5 أو 6 حلول لهذه المشكلة، وأذكر بأنه قد تنجح هذه الطرق مع البعض وأيضا قد لا تنجح مع البعض الآخر، وذلك نظرا لاختلاف أنواع الأجهزة وطبيعة استخدام كل شخص للجوال الخاص به وطبيعة التطبيقات أيضا الموجودة على الجوال. ونبدأ بالطريقة الأولى، وهي تكمن بعمل إعادة تهيئة للبطارية، وذلك ليستطيع الجوال والنظام من قراءة القيم الخاصة بالبطارية بشكل الصحيح. نذهب إلى خيار الهاتف ونختار من الأعلى لوحة المفاتيح، ونقوم بإدخال الكود التالي: نجمع مربع 0228 مربع. طبعا مباشرة سوف تظهر لدينا شاشة خاصة بحالة البطارية. يوجد لدينا بالأسفل Quick Start، طبعا تضغط على هذا الخيار وسوف تشاهد بأن الشاشة قد قامت بالإغلاق لمدة 5 ثواني، ثم عاد الجوال للعمل. بعد ذلك تقوم بإغلاق الجوال بشكل كامل، وتقوم بنزع البطارية من الجوال وتتركها لمدة تقريبا ربع ساعة، ثم تقوم بإعادة البطارية إلى الجوال، وتقوم بتوصيل الجوال بالشاحن وتتركه حتى يكمل الشحن إلى 100%، وبعد ذلك تقوم بتشغيل الجوال. ونأتي الآن إلى خطوة هامة جدا، وهي معرفة التطبيقات التي تقوم بسحب مقدار كبير من الطاقة ويتوجب علينا إيقافها. أولا نقوم بإغلاق جميع التطبيقات التي تعمل في الخلفية بالضغط على زر الهوم. ستشاهد هنا مجموعة من التطبيقات، تقوم بإغلاق هذه التطبيقات، وبعد ذلك تذهب إلى الرامات وتقوم هنا بالضغط على خيار حذف الذاكرة، فيتم إغلاق جميع التطبيقات الموجودة داخل الرام، وبالتالي يقل استهلاك الطاقة. نذهب إلى خيار الضبط، ومن ثم نذهب إلى خيار المزيد ونختار خيار البطارية. طبعا من هذه الشاشة بإمكانك تحديد جميع التطبيقات التي تقوم بسحب مقدار كبير من الطاقة. لاحظ هنا الخيار الأول الشاشة، وهي عملية السطوع تستهلك تقريبا 41% من مقدار الطاقة في الجوال. لاحظ هنا مثلا لديك تطبيق اليوتيوب يستهلك 2%. طبعا كل شخص حسب جواله سيشاهد أنواع التطبيقات الموجودة لديه وتستهلك مقدار من الطاقة. ولإيقاف هذه التطبيقات تذهب إلى خيار الضبط ومن خيار المزيد نختار من هنا خيار مدير التطبيقات، تقوم بسحب الشاشة إلى اليمين. نذهب إلى خيار الكل وتبحث عن التطبيقات التي لا تستخدمها. كمثال إذا كنت لا تستخدم بريد الجيميل فبإمكانك إيقاف هذا التطبيق. كمثال هنا برنامج اليوتيوب، إذا كنت لا تستخدم هذا البرنامج بإمكانك إيقاف هذا التطبيق. طبعا تضغط على هذا التطبيق ومن ثم نضغط هنا على خيار إيقاف إجباري. لاحظ هنا ستجد في خيار الغير مفعل مجموعة من التطبيقات التي قمت بإيقافها والتي لا أستخدمها بشكل كبير جدا، مثل برنامج أو تطبيق الجوجل بلس، مثل تطبيق جروب بلاي، وتطبيق مثلا الجيميل، وبعض تطبيقات سامسونج وإيميلات الياهو التي موجودة على الجوال، وتطبيق توك باك. جميع هذه التطبيقات إذا كنت لا تستخدمها، طبعا كل شخص يعرف ما هو التطبيق الذي يلزمه وما هو التطبيق الذي لا يستخدمه، بالتالي بإمكانك إيقاف هذه التطبيقات، لأن هذه التطبيقات عادة ما تكون تعمل في الخلفية وتستهلك أيضا مقدار كبير من الطاقة. ونأتي الآن إلى أمر هام جدا، وهو أن البعض يقوم بشحن جواله باستخدام شاحن غير ملائم للجوال الذي لديه، كأن تقوم بشحن جالكسي S4 باستخدام شاحن الأس دوس.
أو أن تقوم باستخدام شاحن من النوع التجاري. طبعا هذه الطرق من شأنها أن تضعف البطارية على المدى الطويل، وسوف تلاحظ بأن البطارية لا تعمل بكفاءتها المعتادة. وقد قمنا أيضا بوضع طريقة لمعرفة هل الشاحن الخاص بك أو الذي تمتلكه يعمل بكفاءة وبدون مشاكل، وأيضا سوف أضع لكم رابط هذا الشرح أسفل الفيديو لمن يرغب بمتابعته. ونأتي الآن إخواني إلى الطريقة الثالثة، وهي إيقاف جميع الخيارات التي تستهلك البطارية أو موارد البطارية. نذهب إلى الشريط العلوي على الجوال. طبعا هنا بعض الأخوة عادة ما يقوم بترك مثلا بيانات الهاتف مفعلة وخيار الجي بي أس أو خيار الواي فاي. طبعا هذه دائما من شأنها استهلاك الطاقة بشكل كبير جدا، وخاصة خيار الجي بي أس وخيار بيانات الهاتف. طبعا بعض الأخوة يقوم عادة باستخدام نمط توفير الطاقة. طبعا هذا الخيار بإمكانك استخدامه، وبإمكانك أيضا إزالة هذا الخيار، فهو لا يوفر الطاقة بالشكل الذي يرغب به كل شخص. طبعا تقوم بإغلاق جميع الخيارات التي لا تحتاجها، مثل الواي فاي عندما تكون مثلا في الشارع أكيد لا تحتاج الواي فاي، فيفضل أن تقوم بإغلاق الواي فاي. بالإضافة إلى أنه يفضل أن لا تقوم بتفعيل خيار المزامنة عندما تكون في الخارج، لأن هذا الخيار من شأنه استهلاك الطاقة من الجوال. نأتي الآن إخواني إلى الخيار الهام جدا، وهو خيار سطوع الشاشة. طبعا هنا يفضل أن تقوم بتحديد سطوع الشاشة إلى درجة مقبولة، وأن لا تترك هذا الخيار مفعل إلى الدرجة الأخيرة، لأنه يقوم بسحب البطارية بشكل كبير جدا. والأمر الآخر إخواني وهو تقليل زمن توقف الشاشة، وهي المدة التي يقوم بها الجوال بوضع الشاشة في حالة السكون. تذهب إلى خيار الضبط، ومن ثم نذهب إلى خيار جهازي، ونذهب إلى خيار الشاشة، وتبحث عن خيار زمن توقف الشاشة. طبعا هنا يفضل أن تختار الخيار الأول أو الخيار الثاني، 15 ثانية أو 30 ثانية، فهذا من شأنه توفير طاقة البطارية. وأمر آخر قد يكون مستغرب من البعض، وهو الخلفيات ذات اللون الأبيض. إذا كنت تضع خلفية ذات لون أبيض، فهذا من شأنه سحب مقدار كبير من الطاقة من داخل البطارية، وذلك بعكس الصور ذات اللون الأسود. كمثال هنا داخل مثلا شاشة الضبط لأنها تكون باللون الأسود، تكون هنا عملية سحب الطاقة بمقدار أقل مما لو دخلنا إلى مثلا تطبيق متجر الجوجل بلاي، لأنه باللون الأبيض، فلذلك يحتاج إلى سطوع أكثر وإضاءة أكثر، فتكون هنا عملية سحب للطاقة بشكل